السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ميعادنا مع فيديو مهم جدا، لازم ناخد بالنا منه، لازم نسمعه ان شاء الله للآخر، علشان في معلومات بإذن الله تكون مفيدة للجميع. النهاردة كلامنا على الرابيد تيست، على كروت السريعة اللي احنا بنشتغلها كلنا او معظمنا في معامل التحاليل الطبية. عايز تشتغل بالرابيد تيست؟ لازم تعرف ان انت بتلعب بالنار، مهما كانت كواليتي التيست اللي انت بتشتغل بيه او الشركه اللي انت شغال بيها، اذا كانت انتك، اذا كانت اكون، اذا كانت هاي توب، اذا كانت رايت ساين، ابون، اي شركه من الشركات دي لازم تعرف ان انت وانت بتشتغل بيها ان انت بتلعب بالنار. ليه بلعب بالنار؟ لان الكواليتي بتاعتها ما هي الثابته. يعني ايه ما هي الثابته؟ من لوت للوت بتختلف، ودايما لازم وانت بتشتغل عليها لازم تشيك عليها دايما. كل ما تجيب علبه جديده لازم تشيك بعلبه بكارتين ثلاثه بناتجتين ثلاثه. ازاي بنعمل ده؟ هنقوله ان شاء الله بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل علشان نتكلم عن الكروت السريعه والكواليتي بتاعتها وازاي نتاكد من الكواليتي بتاعتها. في البدايه لازم نعرف ان الكروت السريعه في العالم كله انتهت، ما عادش موجود فيها غير مصر. مصر بس هي اللي بتشتغل بيه كروت سريعه. ليه؟ لان الميثود بتاعتها او التكنيك بتاعها ما عادش بالكواليتي اللي يديني اريحيه في الشغل، وفي ميثود ثانيه او ميكانيزم ثانيه بدأت تشتغل زي الإلايزا وحاجات تانية كتير بتأكد لي النتيجة أعلى دقة من الرابيد تيست. طيب، بما إننا كده كده هنشتغل رابيد تيست، أو اللي موجود في مصر بيشتغلوا رابيد تيست ولسه ما اتمنعتش في مصر، فإحنا عايزين ندي روشتة صغيرة للناس علشان تشتغل رابيد تيست وهي مستريحة بدل ما تحصل كوارث. في البداية أشهر حاجة إحنا بنشتغل بيها الرابيد تيست وهي فيروس سي والبي والإتش أي في والبريجنانسي. إحنا لازم قبل ما نيجي نشتغل لازم نعرف العلبة اللي جاية لنا تاريخ الإكسبار بتاعها واللوت بتاعها، ولازم نشيك على العلبة دي. نشيك إزاي؟ محدش يقول لي هشيك في البوستيف والنيجاتيف، لا، أنا بشيك دايما في الويك بوستيف وفي الويك بوستيف. ليه؟ لان هو دايما بيبقى بين بينين، يا اما يديني بوزيتيف يا اما يديني نيجاتيف. اما 90% او 95 او 99% من النيجاتيف فهو دايما نيجاتيف، والبوزيتيف فهو دايما بوزيتيف. ولاحظوا ان انا قلت من 98%، يعني معنى كده ان في ممكن بوزيتيف يدينا نيجاتيف. ايوه، في ممكن بوزيتيف يدينا نيجاتيف. معنى كده ان في نيجاتيف يكون بيدينا اصلا بوزيتيف. ايوه، ممكن يكون في نيجاتيف ودينا اصلا بوزيتيف. فعلشان كده احنا بنقول ان احنا بنلعب بالنار. في البدايه زي ما قلنا كده لازم نشيك على العلبه اللي احنا جايبينها بال الويك بوزيتيف دايما علشان نتاكد من الشغل بتاعنا، ودايما نشيك كل فتره على التستات بتاعتنا. احنا بنتكلم على السي والبي، فيروس سي وفيروس بي. اما الاتش اي في حاجة صعبة جدا، أتمنى إن كلكم تعملوها إلايزا. بالنسبة للحمل 98% من الويك بوزيتيف فهو بوزيتيف. نادرا لما يكون في مشاكل في الحمل بالذات، إلا لو كانت الشركة اللي منزلة التستات رديئة، وبرضه لازم نشيك عليها. نيجي بقى للمصايب الكبيرة. هنيجي نتكلم على البي اس اي والألفا فيتو بروتين، ونصيحة لله محدش يشتغل الحاجات دي، لان دي تيومر ماركرز، وممكن انت تودي الناس في 60 داهيه على حاجه تافهه وفروقات في الاسعار لا تذكر. فما تشتغلش بي اس اي والفا فيتو بروتين، ما تشتغلش روبيلا، ما تشتغلش سايتوماجالو فيروس، ما تشتغلش توكسو. الكلام ده كله يفضل، والهربس يفضل ان انت ما تشتغلوش، علشان هو لو طلع بوزيتيف لازم يكون في تتر علشان ندي العلاج. طبعا في شوية خزعبلات كده وحاجات كده بتتقال ان انا ممكن هطلع النسبة من دق من السمك او من اللون بتاع التيست، والكلام ده كل ده كلام فارغ وما بيحصلش ومش حقيقي وكله هكس.
نيجي بقى للاتش بايلوري في الاستول وفي الانتي بادي، نفس الحكايه، لازم تختار الشركه وتشيك عليها بالاليزا علشان تتوقع الكواليتي بتاع التيست، وبرده خد بالك من كل لوت لازم تشيك عليه، ما تسيبش الدنيا براح كده وانا شغال بشركه كويسه وهي طول العمر كويسه. فيروس ايه من الشكاوى كتير اللي بتجيله، مش علشان هو الكواليتي بتاعت الكروت ضعيفه ولا حاجه، هي بس الناس مش عارفه تشتغل، الناس مش بتقرا البامفلت. يا جماعه الرابيد تيست علشان تطلع نتائج كويسه لازم تقرا البامفلت، لازم تشتغل بالبامفلت، ما ينفعش ان انا احط نقطتين على الكارت وخلاص والدنيا هتمشي، لو في بافر لازم احط البافر، ما ينفعش ان احنا نشتغل من غير بافر، ونلتزم بالكميات. يبقى رقم واحد نلتزم بالكميات اللي احنا بنشتغلها اللي هي طرق الشغل نفسها، نلتزم بالوقت. يعني ما يجيش حد يقول لي انا قعدت حطيت الكارت واشتغلت وطلع النتيجه لقيتها نيجاتيف، وبعد نص ساعه ببص على الكارت لقيته بوزيتيف، فهكتب ايه؟ طبعا كلام فارغ، انت لازم تاخد الوقت بالظبط اللي موجود في البامفلت علشان تطلع النتيجه صح. لو قال لك بعد 10 دقائق ما تقراش، يبقى بعد 10 دقائق هي النتيجه كده. كمان لو عندك امكانيه تستبعد الكروت كلها، ربنا يكرمك ان شاء الله ويرزقكم وتستبدلوها وما انتوش تشتغلوا بيها. لو الامور زي ما قلنا صعبه ان انت تجيب حاجه او امكانياتك على قدك، يبقى دايما دايما شيك عليها بالاليزا. خدوا بالكم يا جماعه، ثمن الكارت والتشييك بالاليزا يا دوبك يجيب حق التيست لو انت هتشتغل عليه للمريض، يعني الثمن بتاعه للمريض. اوعى تكون فاكر ان انت لو صرفت نفس السعر بتاع التيست او اللي المريض سعر التيست اللي انت عامله للمريض على التيست وكانت نتيجتك صح، ان انت خسرت. ابدا، انت كسبت، كسبت نفسك وكسبت سمعتك وكسبت حياة مريض انت خرجته من متاهة كنت هتوديها هتقضي فيها. نتمنى ان احنا نكون قلنا حاجات بسيطة، تعرفنا ايه هو الرابيد تيست وايه هي عيوبه ومميزاته. طبعا مميزاته، الميزه الوحيده ان هو سريع، الوقت سريع، وقت عمل التيست سريع. الناس كلها الرابيد تيست بره بيستخدم للتشييك بس على الشغل، مش هو اساس الشغل، يعني هو بيشتغل اليزا ويعمل تشييك بالرابيد تيست. نتمنى ان شاء الله ان انتم تكون الفيديو ده استفدتوا منه ويكون عجبكم، فتعملوا له لايك، اشتركوا كمان في القناة وتفعلوا علامة الجرس علشان يجيلكوا كل جديد. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.